لكل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة. يوم جديد، مشوار جديد، وأكيد مواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة. المعتادة البداية ستكون مع سفيان ومجموعة من العناوين والأخبار. مرحبا سفيان. مرحبا أزل، ومساء الخير بكل مشاهدي قناة الشرقية وبرنامج أهل المدينة. مثل ما تعودتوا، البداية حتكون مع الأخبار والعناوين. التعليم تطلق التقديم إلى الدراسات المسائية لفئة ذوي الشهداء. المرور، آخر موعد لتسجيل الدراجات النارية نهاية الشهر الجاري. العراق على موعد مع موجة قطبية باردة وأمطار غزيرة. الله بالخير مرة أخرى. الله بالخير سفيان. الله بالخير أزل. اليوم عندنا الكثير من القضايا، لكن خلينا نبديها من آخر عنوان. العراق على موعد مع موجة قطبية باردة وأمطار غزيرة. وأخيرا يعني ما أعرف، الشتاء هالسنة جدا خجول، وجدا ما أعرف ليش خايف من الصيف. هسه يجينا، لا تخافين. إي بس تعرف هذا التأخير يؤثر كثيرا، مو بس يعني علينا كمناعة، كأمراض، كحالة نفسية، وإنما يؤثر حتى على الخطة الزراعية، يؤثر على هي كلها يعني البيئة طبعا. بشكل عام يؤثر عليها، هي دورة حياة، المفروض أنه كل شيء يكون في مكانه. هذا التغير المناخي خطير للغاية ومخيف للغاية. يمكن جاي يشوفون أنه حاليا هناك الكثير من الأمراض، حتى الأمراض المتعودين عليها هي أصبحت أكثر شراسة نتيجة عدم استقرار الجو، لأنه جسم الإنسان لازم هو يعني يتكيف على، يعني حتى يعرف تاريخ، يعرف الشهر، يعرف المواعيد. المفروض أنه سابقا يعني مثل هالشكل وقت العام إحنا كنا لابسين قماصب كانت أمطار. اليوم طلعت لي ذكرى أنه العام كان هناك فيضانات في عدد من المحافظات العراقية. إحنا يعني أمطار مرة واحدة صارت وماكو شتاء لحد الآن. الناس لحد الآن ترتدي الملابس الصيفية نهارا، ممكن ليلا شوية تكسرها تلبس شوية ملابس أثقل، لكن بشكل عام لا زال الجو ما نقول خريفي، يعني والله أقرب للصيفي يعني من الشتائي. أي الظهرية تكون حارة، بالليل تبرد. أيضا أصحاب الدراجات النارية انتبهوا بأنه نهاية هذا الشهر الحالي هو حيكون آخر موعد لتسجيل مركباتكم ودراجاتكم، فروحوا سجلوا مركباتكم أحسن ما بعدين المرور تسحب الدراجات من عندكم، بعدين تشتكون تقولون ليش سحبوها. فدير بالكم من هسه، وكل التوفيق للخطة للمرور في خطتها الجديدة في موضوع تسجيل الدراجات. ضروري ضروري، هذا احنا يعني ناشدنا به سابقا ما بعد موضوع الاغتيالات اللي صارت عن طريق الدراجات. فبالتالي هذا موضوع كلش مهم، نتمنى المساعدة والمساهمة من جميع أصحاب الدراجات، خاصة اللي يشتغلون على باب الله. المفروض أنهم أول الناس يروحون يسجلون، لا تخلون على نهاية اليومين الأخيرة وبالتالي تصير ازدحامات كبيرة. روحوا أول بأول حتى يتم إنهاء هذا الملف، وبالتالي أنت تحافظ على رزقك وعلى وضعك، والناس ما تنظر لك مثل ما طلعنا في تقرير مفصل، تنظر لك على أنك مجرم وأنك شخص مخيف. والتعليم طبعا هذا الموضوع اكيد يخص ذوي الشهداء، انه هناك يعني انفتح باب التقديم للدراسه المسائيه. طيب نجي لموضوع كلش مهم ومهم واهم في الوقت الحالي. تعرفون انه هسه حاليا الدوام يعني طبيعي الناس جاي تروح الى دوامها، لكن ايضا نتيجه تغير الجو بدينا احنا قبل نقعد الساعه 6 شمس قويه، حاليا الساعه 6 الدنيا ظلمه، الناس تقريبا يعني توها الشمس تشرق. فبالتالي الخطر يزيد مع موضوع الكلاب السائبه. تعرفون ايضا سابقا كان عطله، فبالتالي احنا شويه محافظين على اطفالنا وطلابنا من الخروج خارج المنزل، لكن حاليا هناك الكثير يطلع من وقت في سبيل ان يوصل الى المدرسه او الى الجامعه وحتى الى الوظيفه. موضوع الكلاب السائبه او ملف الكلاب السائبه هذا ملف خطير للغايه، يؤثر على كل المحافظات العراقيه دون استثناء، ماكو محافظه لا تعاني من موضوع الكلاب السائبه. هناك بعض المحاولات، ممكن في كركوك بدات بإقامة محمية للكلاب السائبة، وبالتالي بدأت تسحب هذه الكلاب، وما أعرف هل هم مستمرين بالموضوع. ممكن في الإقليم سمعت قبل فترة كان هناك في أربيل حملة أيضا لسحب الكلاب السائبة، وحتى قالوا اللي في منطقته حطوا رقم تليفون ممكن أنه يتصل بينا حتى نجي إحنا نصطاد هذه الكلاب السائبة، نأخذها ونضعها في هذه المحمية. الموضوع مو سهل، لكن علينا أن نبدأ. في بقية المحافظات يمكن شفت مقطع في احدى المحافظات، لو بغداد لو احدى المحافظات لا ما اتذكر بالضبط، انه جاي يقتلوهم بالشارع. الناس يعني كانت ممتعضه جدا
واثار الموضوع غضب الكثير، الى ما معقوله انت لازم مسدس وجاي تقتل بالكلاب امام الناس وتتركها وتروح. هذا هم موضوع، يعني احنا ما نحل الموضوع بالخطا بالخطا، لكن هذا الموضوع يحتاج الى وقفه حقيقيه. احنا للاسف الجهات المعنيه هي هامله هذا الموضوع بكل تفاصيله، ما عدا قلت لكم بعض المحاولات. في الموصل للاسف يوم 10/10 هناك عائله خسرت ابنها، طبعا بعد معاناه، بعد آلام طويلة استمرت لمدة يعني تقريبا أكثر من 20 يوم. ذهبوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكن حسب الرواية وراح نشوفها في التقرير المفصل أن يقولون هناك كان إهمال من المستشفى، فبالتالي ابننا اللي عمره 15 سنة اللي هو اسمه أحمد علي محمود لم يستطع أن يتجاوز عضة الكلب نتيجة إهمال المستشفى. هذا حسب رواية أهل المتوفي. إحنا راح نشوف التقرير وإن متابعة مع وزارة الصحة، لأن الموضوع ممكن أن يتكرر، حتى لا يتكرر مع عائلة أخرى وبالتالي يكون هناك غصة وألم، حتى الناس تكون على بينة ما هي الخطوات الضرورية، وأيضا نفهم شنو هي آلية العلاج، حتى الناس أيضا تكون تعرف من تروح المستشفى تعرف أنه 1 2 3 هي هذه آلية علاج مو غيرها. تابع التقرير اللي وصلنا من الموصل، ونتمنى احنا السلامة للجميع. وبنفس الوقت اللي يقدر من الأهالي أنه ما يودي أولاده إلى مكان معين وهو يطلع أفضل بكثير، مع أن يكون معاه مثلا عصا، يعني احنا مضطرين لأن هذا هو الوضع الموجود، لأنه الوضع صاير مخيف خاصة مع الكلاب، صارت الكلاب السائبة مسعورة ومخيفة نتيجة الجوع ونتيجة أيضا التعنيف اللي يستخدمه الإنسان مع الحيوانات. أنا والد الطفل المتوفي أحمد علي محمود، ابني توفى بعضة كلب مفترس تاريخ 10/10 الساعة 9 بالليل. أنا رجل معوق ما أقدر أمشي، عندي بتر وطرف صناعي. صرت ابني أحمد تعال يابا، جاء ابني قلت أنت تطلع أنت وأختك وتشيكون التنكيات مال المي مال المزرعة. أنا وقفنا بالطريق، بهاي اللحظات من صعودهم المزرعة من بالبداية ما بيها سياج، من أمام الجيران صعدوا الكلاب دخلوا وخرجوا على المزرعة. فكلب الكلب مشى ابني واخته دخل المزرعة وهجم عليهم. ابني صد الكلب عن اخته، صاد على ابني بيده نزيف بديانه وخمش من الكلب من قصته من راسه، صعدنا عليهم ابني اعتنز في ايده. وبالمزرعة انطانا حق التاكسيات ورحنا على مستشفى وبنسينا، استقبلونا بيعجي قلت له الدكتور ابني عضو كلب مفترس. يعني متراهين هم الكادر مال الطوارئ مال ابن سينا، ضربوا اوبر سوينا لنا طبله مال الدخول، ضربوا اوبر بكتفه قالوا حجي توديه على مستشفى السلام حتى ابنك هناك ابنك يضمدونه. ودينا على السلام ضمدوا ابني. يا ابو دكتور علاج شيء؟ قال لا ما حاجه، ما دام لقحوا ابنك هذا ابنك كل شيء ما عليه. أخذت ابني وجينا على البيت 25 يوم صارت عنده مضاعفات، وديته عليهم على السلام. قالوا حجي ابنك توديه الحميات اللي هي يمهم. دخلوا ابني قال لي حجي سؤال، قلت دكتور تفضل. قال لي ابنك من أود الكلب ما عضه وخذوا منه فحص؟ قلت له لا دكتور لا والله لا فحص ولا كل شيء، ما أخذوا من يدي ابني لا دم ولا ما زرع. قال لي حجي ساعت ابنك عندنا لمدة ساعتين وابنك توديه على مستشفى العزل. وابني من الساعة 10 بالليل إلى الساعة 2:30 انقطع عنده التنفس، صار وجهه أزرق وضربه أوبر. وابني ما قام يستقبل أي علاج ينطونه. قال لي حجي ابنك سلم أمره بيد ربه. دكتور شين قال لي مثلا أقول لك ابنك سلم روحه بيد ربه ووزير الصحة أنا ناجدك، أريد حق ابني من مستشفى ابن سينا وشعبة البيطرة اللي تابعة من الصحة تقتلون الكلاب السايبة. أساني والادي 4 ومن ضمن أخوهم اللي توفى، هاي 4 سنين أنا أبطلهم من المدرسة كلهم من وراء الكلاب السايبة. تعرض لعضة كلب، طلع هو وأخته يترسون ماي وهجم الكلب عليهم، حام أخته من عضة الكلب هو وقع فريسة. نقلناه على مستشفى ابن سينا، مستشفى ابن سينا أنطوه لقاح ما أنطوه علاج، وأخويا ما يعرف ظل مستمر على هذا اللقاح 20 يوم تقريبا.
إلا أن أتفاعل معاه يعني ما ظلت عنده سيطرة ومناعة. قالوا ودوه على مستشفى ابن مستشفى ليش هذه بحي الوحدة مال العزل. كافة المسؤولية والتبعات القانونية أنا يعني أحملها، أحمل مستشفى ابن سينا وشعبة الطوارئ وكادرها الطبي. شنو أنا ذنبي طفل 15 سنة يروح؟ الله يشهد على كلامي سالي 15 عشان قلبي نار بيه، ما نمت سالي 3 أيام. أطفالي خايفين، أطفالي ما يخافون يطلعون باب الحوش. هاي حالي وأني قاعدة هنا نبور فقيرة. يا أخي علواء قايل لي طلعيه، كان أقدي بالشارع طلعوا الأربيل التركية. أنا أشد الحكومة ما يظل ولا كلب مسعور بالمنطقة، إحنا بحي الملايين. أني أناشد الحكومة ما أريد أي كلب أشوفه. ولادي بطلتهم من المدرسة، تدري أخويا ليش؟ من وراء الكلاب. مثل ما شاهدنا ممكن هذه الحالة تتكرر مع أي عائلة، مع أي شخص، مع أي طفل، مع أي شخص كبير بالعمر، وإحنا ما نعرف. يعني حكينا عن الإجراءات، هو حكى مثلا قال أخذ لقاحات واستمرت لمدة 20 يوم دون علاجات أخرى، هل فعلا لا يحتاج علاجات؟ كل هذه الأمور يجب أن نعرفها حتى العائلات كلها تعرفها، الناس تعرفها، حتى من يروحون إلى الأقرب مستشفى شنو هي الإجراءات يسووها في المستشفى وأيضا في المنزل. بالضبط، وخلينا ننقل هذا السؤال مباشرة للدكتور سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة اللي ينضم لنا اليوم حتى نتحدث عن هذا الموضوع بشكل خاص، عن هذه الحادثة، لأنه وفاة أنه هذا الشخص أو هذا الطفل فقد حياته يعني نتيجة عضة الكلاب. فأول شيء دكتور أهلا وسهلا بك ببرنامج أهل المدينة. خلينا نبدأ، شنو الإجراءات والبروتوكول المتبع في المستشفيات الحكومية لما شخص يوصل إلهم وتعرض إلى عضة كلب سائب؟ انقطع اتصالي دكتور سيف، خلينا نحاول نرجع وياه مرة ثانية. فنحاول وياه مرة ثانية. حتى بالمنزل قبل الذهاب إلى أقرب مستشفى مثلا، شنو الإجراءات أولية من الممكن أولية فعلا؟ يعني مثل موضوع الناس إذا مثلا إذا تسمم، إذا حرق، إذا هذه المفروض أن احنا نكون على علم بها. فالذي يتعرض إلى مثلا خلينا نقول عضة أفعى، يقومون بربط مثلا إيده حتى لا يستمر مثلا السمي أن يعني بإيده. فمثلا موضوع الكلب، هل يتم ربط المكان المعضوض؟ هل يتم تعقيمها، غسلها، ياخذ شيء معين قبل ما يوصل الى المستشفى؟ هاي كلها اكيد اكو اجراءات، يعني فشيء اشياء واحد يقدر يسويها بالبيت، المفروض يكون هناك بعض الاجراءات. طيب خلينا نسالهم نشوف هم شنو سووا لهم بالمستشفى. ضيوفنا الوالد الفتى المتوفي ووالدته ابو احمد وام احمد، اول شيء تعازينا الحاره لكم، البقاء بحياتكم ان شاء الله يا رب يكون اخر الاحزان، اسفين جدا لمصابكم الجليل وخاصة فقدان شاب بهذا العمر، لكن احنا حديثنا على هذا الموضوع يساعدكم يمكن حتى تاخذون حقكم، ايضا يساعد الاخرين حتى ما يصير وياهم اللي صار لاحمد الله يرحمه. بداية احكي، انت حكيت بالتقرير كل التفاصيل، انا اريد اعرف انت قلت لما رحت للمستشفى انطوا لقاح، شنو قصدك انطوا لقاح؟ لو انطوا هذا الابر المضادة لعضة الكلب اللي 40 ابرة احنا قبل كنا ناخذها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويجزيكم الله ألف خير أنتم كادرة الشرقية، ونشكر الأستاذ سيد بزاز على هذه المساهمة يعني من ناحية ابني. أستاذ يعني أنا من يعني بتاريخ الكلب اللي عض ابني يعني أنا وديته أستاذ يعني بنفس اللحظة على مستشفى ابن سينا. يعني أستاذ يعني قابلونا يعني متراهين، يا دكتور ابني عض كلب مفترس. قال لي اخويا استاذ بس بالدعضة يعني المقيم اللي استاذ بالطوارئ مال ابن سينا بدون باين، يا دكتور ابني عضو كلب. قال لي هاك اعطيني اسمه وراح اسوي له قبل ما الدخول. فابني استاذ اني تركه ويا والدته بالطوارئ مال ابن سينا. لما سجلت الطبله لما هاي يعني استاذ يعني فوق الساعه زمان احنا واقفين عنهم يعني ما بعدين من رحتوا على المستشفى الثاني هاي الأبر اللي طوكم إياها، إيش قالوا لكم؟ هذا شنو الأبر اللي طوكم إياها؟ استاذ قالوا لي يعني مال داء الكلب. أوكي، هو طوكم إياها بهذه الطريقة. استمرت أبرة واحدة فقط كانت لو إيش كم أبرة؟ لا استاذ يعني ضربوا يعني أبرتين بالكتف. أوكي تمام، دخلي نروح ويا وزارة الصحة والمتحدث باسمها السيد سيف البدر. ما أعرف إذا سمعت السؤال دكتور لو لا، حول أنه شو ما هي الإجراءات اللي أو البروتوكول المستشفى تأخذه لما يوصلها شخص معضوض عن طريق كلب سائب، وبعدين تقدر تقول لنا أو بنهاية الحوار نقدر نأخذ منك معلومات لما واحد يتعرض لعضة كلب
شنو يقدر يسوي؟ بس خلينا نبديها، شنو البروتوكول المستشفى الحكوميه؟ شكرا جزيلا، تحيه جنابك، تحيه المشاهدين الكرام، واشكر دائما برنامجكم لاثاره هذه القضايا الصحيه المهمه اللي تحدثنا عنها كثيرا وبشكل متكرر. وطبعا تعازينا الحاره لاسره هذا الطفل اللي تعرضوا لهذه الحادثه الماساويه. في البدايه موضوع مكافحه الكلاب السائده نفسها ككلاب كحيوانات وغيرها، هذه مسؤوليه وزارة الزراعة في دارة البيطرة، هناك قسم خاص حسب علمي لمتابعة هذا الموضوع. أما دورنا في وزارة الصحة هو عندما يتعرض الإنسان للمرض من خلال عضة الكلاب غالبا، وممكن أن تكون من خلال عضات لحيوانات أخرى. عضة الكلاب المسعورة المصابة بداء الكلب اللي تكون ناقلة حاملة لهذا الفيروس الخطير القاتل في حال استفحاله، وإذا بدأت مرحلة الأعراض معناته أنه احتمالية الوفاة، يؤسفني أن أقول هذا لكنها حقيقة علمية، احتمالية الوفاة مؤكدة مؤكدة جدا جدا، أنه إذا وصل هذه المرحلة وبدأت الأعراض على المريض أي مريض فاحتمالية الوفاة مؤكدة. ومن هنا أبدأ الحديث أنه النقطة رقم واحد عندما يتعرض أي من أي عمر مكان يتعرض إلى كلب، يعني مش كلب معروف الصيد، يعني هو بالمصاب خلال يموت يعني خلال عدة أيام. على أي حال إحنا نفترض إنه كل كلب هو مصاب بهذا المرض أو هذا الفيروس، فأي عضة كلب على الفور مراجعة أقرب ردهة طوارئ. وبالنسبة للقاح والمصل، أنا أؤكد بشكل رسمي ومسؤول أنه متوفر في جميع المستشفيات الرئيسية في بغداد والمحافظات ومنها محافظة مينا، ولكن هو مو جرعة واحدة. السؤال المهم، وأنا قبل أن أدخل بالاتصال تأكدوا أنه فتح تحقيق في هذه القضية حتى نعرف وين التقصير اللي صار. هو الرجل حسب القصة أنه مراجع بنفس اليوم حتى نتأكد من هذه التفاصيل، موعد الحادثة متى حدثت، متى راجع. حسب الظاهر صادق هو إن شاء الله أنه راجع في نفس الليلة وفي نفس اليوم، لكن هو مو مراجعة واحد، يحتاج عدة مراجعات وضع له جدول حتى يتلقى اللقاح والمصل بشكل منتظم. وإذا راجع بهذا الشكل فاحتمالية الوقاية من الإصابة، إحنا في مرحلة الوقاية. احنا دائما سوء الفهم اللي يصير، انا شاركت سابقا اتذكر قبل عده سنوات على في برنامجكم على حاله حدثت في بغداد. بس دكتور سيف اسمح لي اقاطعك هنا، بس عمود نركز على حاله ابو احمد هم ويانا. تفضل. لان هاي اساسيه. سفيان وياك اليوم، تفضل. احنا كثير من الحالات تصير هجوم وملام على وزاره الصحه لما اهل المريض يتهاونون بالموضوع ويراجعون بعد أن تظهر الأعراض. وأنا ذكرت لك أنه لا بالعراق ولا في أي دولة في العالم إذا ظهرت أعراض هذا المرض فهو مرض قاتل أكيدا. هنا المشكلة، يبدأ بجدول معين وتلقي عدة جرعات وفق نظام محدد. فإحنا هسه نقطتنا الأساسية، أنا أفضل أنه ما تعالج على الهواء، لابد أن يكون تحقيق. وأنت ذكرت بأنه فتح تحقيق بهذه الحالة. أرجو أن ما نسبق يعني دكتور سيف. يعني تمام. كل جرعة تعطى يحدد وقت الإعطاء ويحدد حتى الشخص اللي قدمها. تمام. الموضوع دقيق وموثق. تمام. أول النقطة الأولى بس حتى يعني مرتين ذكرها في التقرير وحاليا على الهواء أبو أحمد الله يرحمه قال هناك كان يعني تساهل أو إهمال أو تأخير في يعني الإسعاف. يعني وصلنا احنا للطوارئ ويقول اكثر من مره انا نبهت الطبيب يا ترى ابني تعرض الى عضه كلب، كان هناك يعني تباطؤ، روح سوي طبله تعال اجي، المفروض انه الموضوع يكون اسرع. هذا هاي نقطه ذكرها مرتين ابو احمد، فارجو انه تؤخذ بنظر الاعتبار اثناء التحقيق. وهو راح في نفس الوقت حسب ايضا ما ذكر، وذكر انه هو تواصل لمده 20 يوم لتلقي العلاج لكن بعدين صارت المضاعفات وما أخذ علاجات أخرى. السؤال هو هل هناك علاجات أخرى غير اللقاح لو فقط اللقاح؟ أهم شيء هو اللقاح. طبعا بعض الحالات يعني العضة نفسها إذا كان جرح يعني كثير تمر علينا، يعني إحنا من جهة
مشكلة أنه انتقال هذا الفيروس الخطير من أسنان أو من لعاب الكلب أجلكم الله. لكن العلاج الآخر الطبي ومسؤوليتنا هو إذا كان مثلا مخالب الكلب يعني مزقة أجزاء من جارحته كجرح مثلا خياطة الجرح تعقيم الجرح هذا موضوع آخر، وأحيانا يكون يعني مثلا دخل مثلا الضحية دخل بصراع مع الكلب وبالأرض يعني مثلا يصيب بأي قطعة حديد، يعني مرت علينا كثير من هذه التفاصيل. لكن الموضوع الأساسي موضوع عضة الكلب هو المصل واللقاحات وحسب الحالة وحسب تقدير الطبيب المعالج. أنا يهمني ممثل لوزارة الصحة وأكد مرة ثانية، وإحنا قبل أيام موقعكم الإلكتروني دكتور إذا تسمح لي عن المقاطعة مرة ثانية دكتور سيف، بس للاختصار حتى بينما نأخذ منك أكبر قدر من الممكن، تقدر تقول لي عمود أيضا نرجع لأبو أحمد بهذا الموضوع، تقدر تقول لي قد تقريبا الوقت لهذا التحقيق اللي فتحته بشكل مختصر؟ لا إحنا هسه أنا ذكرت لجنابك إنه بمجرد أن عرضت القضية أنت تتأكد من يوم إيش وقت تطلع النتيجة؟ خلال ايام ان شاء الله، وانت تعرفني خلال سنوات انا التزم بكلامي، وان شاء الله من خلال برنامجكم بشكل شفاف وواضح راح نعرض نتائج التحقيق، واذا كان هناك تقصير المؤسسه الصحيه على مستوى المؤسسه او الافراد يحاسبون، واذا كان هناك سوء متابعه ايضا نوضحها بكل شفافيه وبتجربه. طيب انتم ما تحتاجون ان هم يجون للمستشفى حتى يدلون باقوالهم او شيلوا هي هذا التحقيق داخلي؟ أرجو من جنابك من الأخوة بالكونترول فقط زودني باسم الطفل الله يرحمه ورقم تليفون. تمام شكرا جزيلا. تمام نتصل بهم الآن بعد البرنامج. تمام ومتابعة كاميرات المراقبة في داخل مستشفى ابن سينا حتى واحد يشوف هل هناك فعلا كان إهمال تأخير في معالجة الطفل أو علاج الطفل. إحنا نشكرك الدكتور سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة. نرجع إلى عائلة أبو أحمد. أبو أحمد أنت سمعت طبعا هسه حاليا إحنا راح ننطي اسم أحمد الله يرحمه الكامل وراح ننطي رقم تليفونكم حتى يتواصلون معكم من أجل إكمال التحقيق. أم أحمد يعني أنا أعرف الموضوع أصعب على الأم وشفناش بالتقرير، وحتى أنت متغيرة كثيرا من التقرير عن حاليا جاي نشارك. الموضوع أبدا مهين أنه أم تفقد فتى بعمر 15 سنة وبعضة كلبه يعني بهذا الوضع، لكن إحنا حتى ناخذ حقه نفس الوقت ما تتكرر مع عائلة أخرى، شنو تردين تقولي توصلين رسالة؟ أهلاً وسهلاً أختي العزيزة. قالوا هذا الكلب تعدي زي ليش ما بلقوني؟ ها؟ ليش أنا خايفة على أخوتي الباقين، خايفة على نفسي، خايفة على والده، خايفة على أخته، خايفة على أخوتي الباقين خواته الاثنين. زين شربنا كلاس واحد معلقة واحدة بقصبة واحدة، طفل بريء شنو ذنبه؟ طيب يمتى قالوا لكم وعدي او من اللي قال لكم وعدي؟ يعني بعد ايش قد هاي 20 يوم هو يعيش وياكم كان؟ احنا انطونا لقاح 10 10 لقاحين زين دزونا سينا على مستشفى السلام تضمدون. رحت انا وديت ابني ووالده زين، قلت له يابا دكتور ابني قال ما يحتاج خياطه، التهب الجرح تنظيف يوم يوم لا اضمن زين. انا يوم يوم وديته أضمده وضمده مستشفى السلام ضمده ابني، ما كتبوا له علاج إلا أني رجعت على الدكتورة. قلت له أم أحمد إذا تسمحي لي أم أحمد التفاصيل كلها أخذناها الدكتور سيف من وزارة الصحة حيتواصل وياكم حتى تطوه كل هذه التفاصيل وبالتفاصيل الدقيقة حتى لجنة التحقيق تشوف من المقصر ولازم تقولون لهم كل الأشياء. فقيرة طفلي ما يعالجوا لو احنا بشر طبعا اخي احنا بشر وحيوان انظر ابوه معوق رجل واحده لا حول ولا قوه الله يحفظه الغنى غنى بس احنا نشكرك ام احمد احنا نعتذر لكن يعني راح ننقل هذه المظلومية وحاليا هي وصلت الى وزارة الصحة نشكركم ونعتذر مرة اخرى يعني لتأجيج المواجع وان شاء الله السلامة لكم وهي نقطة كلش مهمة يعني نتمنى الدكتور سيف ايضا ياخذها بالاعتبار هم هسه حاليا خايفين لانه يقال انه هي من الممكن أن العدوى تنتشر ما بين أفراد الأسرة كون عاش بيناتهم لمدة 20 يوم يأكل ويشرب هو عنده جرح. فنتمنى أيضا إذا كان هناك إمكانية لفحص العائلة بأكملها حتى يطمئنون ويعيشون بشكل طبيعي وهذا ضروري أيضا أن نأخذها في حلقات أخرى وهي حكيناها ماذا نفعل يعني قبل ما نوصل إلى المستشفى أثناء عضة الكلب وشلون نتعامل مع المريض الذي تعرض إلى عضة كلب في البيت كأنما مثلا واحد وشلون مصاب بكورونا إحنا نحجر الوحدة هل يتم حجرة باستخدام أدوات وحياة الوحدة لو
يعيش ويانا بشكل طبيعي، هل ممكن انه احنا ناخذ لقاح وياه او علاجات معينه حتى نتفادى العدوى من عنده؟ ضروري يعني السلامه للجميع والله يرحم احمد. وحقيقه هذا الموضوع عيب انه نحشي به في نهايه 23 ببلد مثل العراق لا يستطيع حل موضوع الكلاب السائبه. فعلا الله يكون بعونهم، وشكرا جزيلا لام احمد وابو احمد لظهور ويانا، وشكرا دكتور سيف للظهور ايضا. ننتقل لموضوع اخر، وهذه المره من الاردن. والطالب العراقي مجتبى حميد عبد الله رفع اسم العراق عالي بعدد من المهرجانات والاحتفالات والمسابقات اللي تخص القراءة وحفظ القرآن وغيرها. يقول لك مجتبى حفظ أو قرأ 1200 كتاب العام الفات، وهالسنة بدأ يقرأ واصل لرقم 600 وشوية كتاب، إضافة لحفظ القرآن ومشاركته بكل هذه المسابقات. برنامج أهل المدينة شاف من المهم جدا تسليط الضوء على قصص نجاح مثل الطفل مجتبى. شوف هذا التقرير ونرجع لكم. المجتبى حميد عبد الله الطالب العراقي الذي رفع اسم العراق عاليا في مدارس المملكة الأردنية منذ الوهلة الأولى، ومع أول كلمة يقولها تدرك أنه قارئ نهم للكتب على الرغم من صغر سنه، فقد نشأ في بيت ثقافي مليء بالكتب والعلم، إضافة إلى مدرسته التي وفرت له ما يحتاجه حتى تمكن من قراءة أكثر من 1200 كتاب خلال عام واحد. أهلي الدعم الأول، يوفروا لي كتب، وفرت لمدرستي منصة اسمها كتبي. العام قرأت 1259 كتاب على المنصة، وهاي السنة حالياً 650 كتاب باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية. المجتبى اعتمد في لغته العربية الفصيحة على القرآن الكريم من خلال المداومة على قراءته والمشاركة في مسابقات القرآن التي تفوق فيها أيضا. أنا في السنوات الماضية شاركت مسابقات قرآنية مع مدرستي، وفزت بمكافآت من عندها بسبب إتقان القراءة. شاركت مسابقة أقرأ لأرتقي، لماذا أقرأ؟ لأمانة عمان الكبرى، تم اختياري من بين 5000 طالب. وشاركت مسابقات إملاء، فزت على البرنامج الوطني. أنصح الأولاد بعمري أن يقرأوا، فأنا لم أرى قارئا لم ينجح، وأنا لم أرى ناجحا لم يقرأ. بارك الله بمجتبى وكل الشباب اللي مثله، وفعلا قراءة مهمة جدا وخاصة بعصرنا. وهسه مو إلا تقرأ بالكتاب، تقدر تقرأ بالتابلت اللي عنده كذا، عنده كذا فد شيء، والكتب موجودة في كل مكان. حلو بنعلم أطفالنا يقرون. يمكن هو مجتبى يعني واحد، ما نقول مثلا كل واحد بالسنة يقرأ 1200، ذات هذا عدد كلش كبير، وهو أخذ جوائز لهذا السبب. لكن تعلمون أولادكم القراءة شيء جميل جدا، خاصة في هذا يعني الزمن. يعني هاي بشمارة ما صار جدل على موضوع الامتحانات الشفوية ترجعت أو لغوي التحريرية. الناس قاعد تقول مو إحنا كنا قبل، هاي قبل يختلف تماما. يعني أنطيكم هسا مثال، كانت قبل تجينا الجرائد إحنا ما كنا نفرشها على بنريد نقرأ، هسا من اللي يقرأ؟ على اليقرة ما يعرفون هسه الفتحة من الضمة من الكسرة. الله وكيلكم، هسه حاليا هذا الجيل لا يعرف أن يعبر حتى عن نفسه، حتى عن يعني إحنا سابقا نحكي نعبر عن 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 ذاتنا، حاليا ما عنده هدف. يعني مخه كله تلفون وأشياء ثانية، بعيد كل البعد عن موضوع الإحساس، المشاعر، التأليف، الإبداع، التعب، هذا ما موجود، الإنشاء. فلذلك من الصعب أنه تشون تجيب الواحد، تجيبه عن طريق مثلا هذه الامتحانات، خليه عبر يكتب. فلذلك كان هو محط جدل. مثل هذا الشخص مجتبى سابقا يمكن كان في الموضوع نقول شبه طبيعي، حاليا فشي نادر، لانه احنا هنا حاليا القليل اصبح يقرا، القليل اصبح مهتم بموضوع القراءه. سابقا كانوا الاباء يقرؤون، فاحنا الابناء طلعنا مثلهم نشوف، نريد نشوف انه الاب شنو قرا، الام شنو قرات. حاليا لا يوجد هذا الشيء نتيجه يعني مشاغل الحياه، ونتيجه ايضا التليفون اللي اخذ من عندنا ما اخذ. بس رغم هذا هناك المفروض أن يكون هناك يعني يكون اهتمام مرة أخرى، حتى في المدارس يكون هناك مكتبة خاصة. سابقا كان أكو مكتبة، صح، في وقت الفراغ تروح تأخذ، تستعير كتاب تأخذه وياك في البيت، تروح
تقرأ ويصير عندك وقت محدد حتى ترجعه، فأنت تنجبر أنه تقرأ الكتاب. حاليا ماكو أصلا اسم المكتبة، وإذا تقول لهم ما يقول لك شنو مكتبة بالمدرسة، فتشي يعتبرونه يعني فتشي ثانوي ممكن، طيب أو شيء بالخيال. طيب خلينا نروح إلى موضوع آخر سابقا أنه عرضناه، وحاليا لأنه الموضوع كلش مهم ومفيد للكثير من الشرائح، فمرة أخرى نعرض هذه الفكرة. شركة الأولى لا زالت تواصل دعمها لكثير من الناس اللي تريد أن تبحث عن عمل، ما عندهم مصدر لتمويل مشاريعهم وإن كانت بسيطة. شفنا سائق تاكسي، شفنا سيدة اشتغلت من المنزل تعمل بعض الأكلات. اليوم احنا راح نروح إلى في الأنبار، هناك شخص راد أن يزرع. طبعا لازم تقدم أنت مشروعك، مشروعك درسه من كافة النواحي، شنو لازم تشتري، شنو لازم تشتغل، شنو الإنتاجية، هذه تقدمها إلى هذه الشركة، والشركة تجي تطلع على الوضع حتى تكون كل المواضيع يعني تساعدك أيضا في هذا الموضوع، وبالتالي تساهم في أنه تنطيك القرض بشكل ميسر وسهل حتى تستطيع أن تبدأ مشروعك. فاليوم احنا كنا في صحراء الأنبار، شخص راد يزرع، وهذا موضوع أيضا كلش مهم، فكرة جديدة من نوعها، شخص حب أنه يطور من فكرة بعيدا عن الأشياء التقليدية، فكان هناك دعم من هذه الشركة. نشوف الموضوع ونتمنى أيضا الناس اللي حتى لا تقول ماكو شغل، من الممكن أنه أحد يساعدك يساهم في تمويل مشروعك وإن كان بسيطا، شوية شوية ابدأ الخطوة الأولى والخطوات تأتي تباعا. أكثر من 50 كيلومترا في العمق الصحراوي غربي قضاء العامرية، توغلنا للوصول إلى مزارع بمساحات تقدر ب400 دونم لزراعة الحنطة عبر نصب مرشات محورية لري المساحات الزراعية بعد الحصول على قرض. من صحراء الأنبار تحديدا عامرية الصمود، احنا هنا مشاريعنا أكثر مشاريعنا بصحراء الأنبار، صحراء عامرية الصمود مشاريع زراعية، ونحتاج تطور، نطور مشاريعنا، نطور مزارعنا أكثر، نوسع مكانات أكثر. فكان عندنا الأزمة المالية، ما نقدر دائما يعني نفتح مشاريع براحتنا ونمشي بمشاريعنا مثل ما نريد يعني. فلجأنا للشركة اللي هي الشركة الأولى. الحقيقة يعني كان عندي صديق يعني ما أعرفهم، فقال لي هاي الشركة متطورة وأمينة وفعالة وناسها طيبين. رحت للشركة، قدمت على قروض، وكان استقبالهم كلش حلو، موظفينهم من مدراءهم كان تعاملهم كلش سريع، إجراءهم حلو، ما يأخرون. التعامل يوم كان كلش يعني مطمئن من ناحية القانونية، من ناحية الشرعية. قدرنا نحقق مشاريع أكبر، نوسع مشاريعنا أكثر، نوصل مياه للمرشات للآبار، لحد ما سوينا مشاريع فضل الله أنه مشاريعنا صارت كبيرة. أياد أكد لشرقية نيوز إصراره على جعل الصحراء خضراء لرفض سلة المحافظة الزراعية بعد أن غابت كمية الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة على مدار العامين الماضيين. الحقيقة احنا صار تقريبا 4 أشهر نعمل على إنجاز هذا المشروع بمساعدة الشركة الأولى، والحمد لله هسه احنا حققنا يعني نصبنا المشروع مالنا واكتمل إن شاء الله، ومقبلين على مشاريع أكبر إذا الله راد. احنا عامدين ان شاء الله وجادين بانه برفع سلة المحافظة هذه السنة ان شاء الله اكثر من السنوات اللي مضت. شركة الاولى للتمويل اكدت استمرار تقديم القروض، متحدثة عن صعوبة تجهيز الفلاحين للمرشات المحورية باهظة الثمن بعد ان ترك عدد كبير منهم الارض بسبب شح المياه وغياب الدعم. لاحظنا ان توفير المرشة الواحدة ليس بالامر سهل على المزارع، لانها تحتاج مبلغ صعب أن يوفرها، ومثل ما معروف عنا إحنا غايتنا تسهيل العمل لأصحابه، وهذه الفكرة غير مطروقة مسبقاً ولم يسلط عليها الضوء في الاقتصاد العراقي. لذلك قامت الأولى بتركيز النظر على هذه الفئة الانتاجية الخاصة بالمزارعين. حققت الأولى للتمويل مبتغاها بعد أن نجحت التربة مختبرياً للزراعة وإنشاء المرشات المحورية التي تعمل بنظام دقيق وسرعة أكبر في تغطية أكثر من 100 دونم في ساعة واحدة.
موضوعنا القادم يتحدث عن فئة دائما ما نتحدث عنها ومدى الغبن الواقع عليها، سواء كان اجتماعيا اقتصاديا وحتى من الجهات الحكومية. حتى البعض قال بأنه من ضمنهم هواي ناس قابلت من شريحة المعاقين في العراق، يقولك حتى الأشياء اللي هي مصممة إنه مثل يعطون رقم للسيارة وغيرها، الإجراءات ما تكون متكاملة، والمكان اللي يوزعون بهذه الأرقام أو المساعدات أو غيرها يكون غير جاهز لهذا الموضوع، إضافة لمشاكلهم في حتى صعودهم ونزولهم الدرج ووصولهم للمطاعم، لا توجد بنية تحتية مخصصة للمعاقين وتساعدهم في العراق. اليوم قررنا نسلط الضوء أكثر على معاناتهم والمشاكل اللي يواجهوها، وحينضم لنا سيد حسين الفهد ممثل معاقين في العراق. سيد حسين أهلا وسهلا بك. البعض يقول أنه اليوم الحكومة تتوفر أو بشكل عام يعني الدولة منذ نشأتها لحد الآن توفر بعض المساعدات مثلا للمعاقين، مثلا في المستشفيات الرقم المجاني، مثلا ما سيارة في حال واحد يريد يسوق، التوظيف وغيرها. هذا اللي تقول الجهات الحكومية، شنو ردكم وانتم اذا تعيشون هذا الواقع؟ مهما يكون انا اعبر عن هذا الموضوع ما حيكون مثل حضرتك هو عايش هذه الحقيقة، فشنو اليوم مشاكلكم اللي تواجهوها مع هذه الفئات؟ بداية اشكر استضافتكم الكريمة استاذ سفيان وست ازل، وشكرا لتسليط الضوء على هذه الشريحة. طبعا احنا نعاني من الاهمال الحكومي، اهمال بعدة جوانب، يعني ان كانت صحيه وان كانت خدميه وغيرها. فاحنا هواي يعني مهمشين، هذه فئه يعني فوق ما انهم يعني عندهم ابتليهم، يعني هذه المعاناه اللي يعانونها فوق ما هم يعني مبتلين بفد بلوى، احنا هيك نسولف يعني بالعاميه ما ماخذين حقوقهم من اي جهه. فوقها يعني الحكومه عندها اهمال بهذا الجانب. يعني مثلا من جانب الصحه، مثلا نحكي على الصحه، هسه لو يريد اكو فد معاق يوصل وزاره الصحه، خلي يشوف وين يذيب سيارته ومن يمشي، هو معاق يعني، لا اكو طريق سلس، لا اكو موقف للسيارات، لا اكو من يعني فد جهه نقله من مكان لمكان، يطب للوزاره يعني يعاني من الصعود، المصعد دائما مفول او مخصص للعمليات وغيرها، فحتى يبزع. يعني انا احكي عن تجربه شخصيه هي صارت وياي، انا راجعت على وزاره الصحه على مود تقرير ينطيني نسبه عجز، اعاني من ضمور عضلات الهيكلي. هناك يعني اللجنه اللي كانت، كان رئيس اللجنه قال لي، يعني لما قال لي شنو عندك، قلت له عندي ضمور بالعضلات، كان يقول لي التفت على طلاب بهم تقريبا 15 واحد، قال لهم تعالوا هذا موضوع يفيدكم. يعني وكانما الانسان فقر هيك، يعني مخلينا حقل للتجارب، ولا استأذن. يعني هو هذا انا مراجع دكاتره يعني بغير مكان انه يستأذن، يقول انه انا عندي مطبقين، عندي فد شيء ممكن انه لا تسمح يقبلون انه انا من اكشف عليك، يشوف لا استأذن ولا فد شيء، تعالوا هذا الموضوع يفيدكم. بينما انه وراها 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 لحد ما طلع التقرير، فكان مكتوب بالتقرير لا يوجد امكانيه للعلاج. والله وهذا التقرير لما طلع انا ما مصدق حتى يطلع من عندهم الموزين، غير هم يعني انطوني خبر سيء، انا ما متوقع يطلع من عندهم حتى السيء على المر اللي شفته وانا اراجع. هذا نحكي بجانب وزاره الصحه، لكن هي هواي جوانب ثانيه. يعني انا هسه مثلا هاي الامور اللي دا احكيها هي صارت وياي شخصيا، يعني غير اللي اكيد اكيد يعني حتى سيد حسين، حتى نظره المجتمع للاسف، حتى عندنا في المدارس هناك نظره، يعني احنا حتى نحكي باشياء بسيطه، يعني احكي لك مثلا انت مو تقول تجربه، حتى اللي يلبس نظارات احنا يواجه حتى من بعض الكادر التعليمي ومن الطلبه هناك نقد وتنمر. احنا نعرف انه المجتمع كله صعب، فانت يعني للاسف هذا الطبيب هو ايضا جزء لا يتجزا من هذا المجتمع. بس احنا خلينا نجي نقول، هل طالبتم؟ مو احنا حتى نختصر ونستفاد من الوقت. انا هسه راح اقول لك فد شغله، وانت هسه ما دام تطرقتي لهذا الجانب، انا اعلامي معد مقدم برامج بمؤسسات معروفه، تمام. كان عندي رغبه بالدراسه بالكليه الفنون الجميله قسم الموسيقى، لما رحت قدمت على قسم الموسيقى كان الرفض من رئيس قسم الموسيقى، يقول لي انت معاق، انا ما اقدر يعني اخذك، شلون تصعد الدرج؟ وكانما المشكله مشكلتي، ما يقول الكليه ما بيها مصعد وانت شلون تصعد، وهي اصلا مو من شأني. هو ضرب قوانين وزاره التعليم العالي عرض الحائط، لان هي اصلا وزاره التعليم العالي مخصصه مقاعد اللي ذوي الاعاقه ومستوفيتهم من الاجور.
هو يعني تجاوز على الإنسانية أصلا. تمام احنا هذا متفقين يعني عليه. يعني تنمر انه انت ما تقدر تصعد، انا ما اقدر اقبلك بقسمي، يعني هذا ما 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 من الممكن والمعيب يعني. وهذا يعني احنا هسه من خلال قناتكم اتمنى يعني الجهات اللي موجودة بوزارة التعليم العالي انه تسمع، تسمع شنو اللي قاعد يصير. طالب يروح يريد يدرس رغم اعاقته رغم صعوبة حركته، لكن احنا منتجين ومنجزين وماشي. يجب أن يكون يعني هناك المجتمع ككل يعني كل مكان أصلاً، حتى المشروع التجاري إذا يريد يفتح مشروع تجاري لازم يأخذ من البلدية، ويكون عند البلدية تروح تتأكد بأنه عنده مكان مصعد، عنده مثل هاي الصعدة اللي تأخذ الخاصة، المفروض حتى مشاريعنا الخاصة، حتى مشاريع الاستثمارية، كل هذه هي جراج لازم مكان مخصص له. في كل دول العالم هي تعطي أهمية جزء أيضا لا يتجزأ من أرجع وأقول من المجتمع. إحنا نشكرك أخ حسين الفهد، كان بدنا طبعا أنت ممثل عن المعاقين في العراق، وأنا ما سميكم معاقين، تقول يعني حكيت حكاية مؤلمة حقيقة، ما تقول فوق البلوى، لا أبدا مو بلوى، كل الأشياء اللي تجي من رب العالمين هي نعمة، فأنتم الله ماخذ منكم شيء ومعطيكم أشياء أخرى. ممكن إحنا يعني أحيانا من نشوفكم إحنا نشعر بالعجز، إحنا نشعر بالعجز، نشعر بالخجل أمامكم. أنا متأكدة أنه هناك ناس فعلا هم أصحاب همم كما أطلق عليهم بعض دول العالم. هناك نشوف بالرياضة ما صار لها فترة قد أبدعوا بها بالفنون، بس يحتاجون أنه دعم، وهذا يجب على الدولة أيضا، وبنفس الوقت المجتمع. المجتمع لا يرحم عندنا مجتمعنا غير متعلم غير مثقف غير واعي على أنه هم ناس مثلنا. نوعدك بحلقات أخرى نحكي بهذا الموضوع بشكل مفصل مع جهات معنية حتى ضروري. نوصل إلى حل. بقية المواضيع باكر نكمل هذا كل ما كان عندنا اليوم في أهل المدينة. نتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبة والسلام، وعلى وطن سالم ومعافى ومنتصر. في مال حق رد مكفول لكل الجهات ذكرناها بحلقتنا لهذا اليوم. تحياتي وتحيات الكادر، إلى اللقاء. We'll be right back.